صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. طبعا عواشركم مبروكة وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله لقاءنا غادي يكون مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني، أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. وكيف ما وعدناكم في الحلقة الماضية معاه، اليوم غادي نتكلموا على المرزية نزولا عند طلب الكثير من المستمعين الكرام. فهي فرصة اليوم باش غادي نعرفوا مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني واش المرزية يعني فيما يخص المكونات ديالها اللي كتقدر توصل حتى لعشرين عشبة منسمة أو أكثر، ما كيوقعش تفاعل فيما بيناتهم وبالتالي ما كيكونش تأثير على الصحة ديال الإنسان. غادي نعرفوا واش كاين موانع للاستعمال فيما يخص المرزية، يعني واش كاين ناس اللي ما كيخصهمش يتعاملوا مع الأعشاب المنسمة اللي فيها بصفة نهائية. مجموعة من تساؤلات غادي نجاوبوا عليها في الحلقة ديال اليوم من برنامجكم صحة وسلامة وعلى ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. تواصلكم معنا غادي يكون على الأرقام اللي هي دائما مفتوحة وراء الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52. كذلك يمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، وما عليكم إلا تكتبوا كلمة صحة في أول SMS اللي غادي نتبعتوا به SAHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤال ديالكم في رسالة SMS للرقم 5080. غادي نبقوا لحظة مع أول اختيارات غنائية نسمع لها وراجعين، فخليكم معنا. ومن جديد كنرحبوا بكم أوفياءنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف ما شرنا في بداية الحلقة اليوم من لقائنا مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني، أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وموضوعنا في الحلقة غادي يكون على المرزية بما أنها واحد من المكونات اللي كتكون لازم حاضرة في الكوزينة المغربية مع مناسبة عيد الأضحى. صباح الخير دكتور الرمضاني، أهلا وسهلا بك، عواشركم مبروكة وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير. أهلا وسهلا، تحية حارة لك للطاقم مجموع لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا. اليوم كيف مشرنا موضوعنا على المرزية، وهو يعني واحد اللي إحنا كانوا فيه به بعد ما كنا وعدنا المستمعين الكرام في الحلقة واللقاء الماضي اللي كان معك. فهي فرصة باش غادي نقول لكل مستمعي الكرام مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 أو 52. في البداية دكتور عبد الخالق الرمضاني كنعرفوا على أنه المرزية فالمكونات ديالها على الأقل ممكن توصل لعشرين عشبة منسمة وربما أكثر، فنبغوا نعرفوا هاد التفاعل، يعني واش كيوقع شي تفاعل ما بين هاد المكونات اللي كتكون كثيرة وإحنا كنصيبوا في ديك المرزية، واش يعني ما كيوقعش تفاعل ما بينها وبالتالي ما كيكونش تأثير على الصحة ديال الإنسان؟ هو بطبيعة الحال ما يمكن لناش تفوت هذه المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك وما نطرقوش كما كنطرقوا مثلا الأضحية والطريقة ديال الاقتناء ديالها، كنهضروا على الطريقة ديال الذبح ديالها. مزيان ان احنا نعرفوا علاش كاينه اصلا هذه الأضحية، مزيان ان احنا كذلك نعرفوا كيفاش ملي كندبحوها كيفاش نحافظوا عليها كيفاش نتناولوها، اشنا هي الاخطاء اللي ما خصناش نديروها، يعني هاد الحويجات ضروري. ولكن وفوق من هذا الشيء كامل دائما كنلقاو على ان هذه واحد المناسبه للابداع، للإبداع فيما يخص الكولينار يعني الطبخ المغربي. وهنا كنلقاو أن السيدات يعني هنا كتكون هذه المناسبة اللي كيكون واحد إبداع، المرزية هالقديد هالكرداس هالمحمر هالمشوي، يعني كيكون واحد عدد كبير من الأطباق اللي كتكون من بين المكونات اللي كتكون حاضره فيها كيكونوا التوابل. وهاد التوابل بطبيعه الحال كان واحد يعني بطبيعه الحال ملي كنجيو كنشوفوا التاريخ، فراه التاريخ ديال الاستعمال ديال التوابل عند الانسان المغربي فهي تاريخ اللي هو قديم بزاف. وبطبيعه الحال هاد السنين هذه كامله كانت كافيه باش يكون واحد باش يكونوا شي حوايج يتصلحوا شي حوايج يتقادوا حتى باش كنخرجوا بهاد النتيجه اللي مثلا من بينها مثلا راس الحانوت، ولا حتى كاين على حسب المناطق راه كاين واحد الخلطات اخرين ديال الاعشاب ديال المنسمات اللي كيعطيونا واحد المذاقات اللي هي خاصه. باش كنشبهها بحال دوك لي ديك الماركات الكبرى ديال لي بارفان، فملي كنسمعوا على هذا النوع ولا هذا النوع فشنو فين كاين الابداع؟ الابداع كاين ان احنا كناخذ واحد الخليط ديال الروائح
كنخلطوها باش كنخرجوا منهم واحد لا نوط، واحد النوطه اولفاكتيف ديال الشم اللي هي خاصه اللي هي اللي كتميز هاد العطر من هاد العطر. كذلك في الاطباق في الطبخ في المطبخ كيكون هاد مثلا الا كثرنا البزار على السكينجبير غادي يعطينا مذاق، الا كثرنا السكينجبير على البزار غادي يعطينا مذاق، الا زدنا ليهم واحد شويه ديال الكوزه كيعطيونا واحد المذاق على حسب الكميه ديال الكوزه اللي استعملناها. كذلك زدنا ليهم شويه ديال القاقله، زدنا ليهم سيبيسا، يعني هذه كامله منسمات. وكل وحده من هذه الاعشاب هذو اللي ذكرت، ذكرنا المره اللي فاتت كنا طرقنا القرفه، طرقنا الخرقوم البلدي، سكينجبير، يعني هذو كاملين حويجات اللي كل من كل وحده منهم عندها واحد نكهه خاصه. هذيك النكهات ملي كيكون بحكم على انه كانت مئات السنين ولا ما قلناش الاف السنين ديال التجارب عند الانسان المغربي، فهذيك السنين ولا هذيك القرون كانت كافيه باش كنخرج واحد النسمه واحد النكهه معينه. اذا من بين هاد النتائج ولا هاد العصاره ديال هاد لان كنسميها انا ديال هاد القرون ديال الابداع في الطبخ المغربي، فمن بين الحويجات اللي نوط اللي حنا توصلنا اللي توصلوا لهم هما مثلا شي حويجات اللي هما في حال راس الحانوت ولو انه راس الحانوت يعني كميلونج كدابا يعني ما بقاش فيه نفس الابداع اللي كان شحال هذه ولا نفس الدقه، لانهم بالحويجات اللي كانوا فيه كانت واحد الدقه كبيره، يعني شحال الكميه ديال القزبر اللي كنديروا، شحال الكميه ديال الحبوب ديال القزبر اللي كدار فيه، شحال الكميه ديال السكينجبير، شحال ديال الابزار، شحال ديال القعقله، شحال ديال الكوزه، يعني هذه كانوا فيه ذكرتي انه 20 في بعض الاحيان راه كانت كتوصل 24، بعض الاحيان كاين اللي مذكور على انه خليط ديال 40 نشمه. وهنا كنبغي نمثل راس الحانوت تقريبا بديك الكوري مثلا ديال الهند. نعم. فهو كذلك واحد الخليط اللي عطانا هذيك النسمه اللي هي معينه. فهم. وربما ملي كنجيو كنشوفوا بعض الدول اللي مشابهه حتى هي عند الابداع، مثلا نعطي مثلا تركيا، نعطي مثلا ايران، هادو اللي كيتعاملوا حتى هما قراب لينا شويه في التعامل ديالهم مع هاد الخلطات ديال الاعشاب، فحتى هما بنفس الطريقه ولكن خرجوا واحد النكهه اللي مختلفه بنفس المكونات. هاد المكونات بالاضافه الى النكهه فكيكون كذلك عندها يعني حويج نتائج على 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 الذات ديالنا، نتائج على التغذيه ديالنا، نتائج على 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 الهضم. وكذلك وهذه حتى هي مساله اللي هي مهمه ونبغي نشيروا لها، هي كذلك تقدر تكون مثلا عندها بعض التاثيرات اللي هي جانبيه. ذكرنا المنافع ديال الوقيله في الحلقه الماضيه، ذكرنا المنافع ديال القرفه والتفاعل ديالها عند بالنسبه للناس اللي عندهم سكر. وهنا كنبغي نسير مثلا بالقرفه اللي معروف عليها لانها كتهبط لنا شويه السكر. وذكرت ديك الدراسات اللي كانت دارت لا في ايران لا في الولايات المتحده الامريكيه، واللي كانت من بين النتائج ديالها على ان احنا تمكنا ان نخفضوا بواحد النسبه ديال 20 حتى 33% من نسبه ديال السكر، وكذلك كانت عندها تاثير بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكوليسترول. اذا هاد المفعول هذا خاصنا ناخذ كذلك يكون عند الاعشاب الاخرى اللي كاينه. مثلا نذكر زعما شي وحده اللي من بين المكونات الاساسيه ديال راس الحانوت، مثلا نذكر الكوزه. فالكوزه بطبيعه الحال عندها واحد المنافع، يعني من الهنود اللي هما ماليها في الاصل. وهنا كاين حتى التاريخ ديالها حتى هو زوين مزيان ان السيدات والساده يبحثوا فيه شويه، لانه من بين الحويجات اللي زوين فيه هو ان غير الكوزه بوحدها راه كانت مصدر ديال واحد الصراعات اللي كانت في التاريخ، بحكم على انه العرب كانوا هما اللي عندهم هذا المونوبول ديال التوابل. فالاوروبيين وفي هذاك الوقت بالاخص البرتغاليين فبغاو يقلبوا على المصدر، علاش؟ لانه كان الهدف هو انه يقتنيوا هذه التوابل وراء على راسهم الكوزه بواحد الثمن اللي هو اقل بكثير. وهنا راه كانت صراعات، كانت مجهودات، كانت مغامرات باش كنتوصلوا باش توصلوا للمصدر. اذا الكوزه كانت من بين يعني في ذاك الوقت من بين الاستعمالات ديالها بالاضافه الى التنسيم ديالها، فكانت كتستعمل كذلك، كانوا كيستعملوها مثلا بعض الحريق، مثلا كانوا كيستعملوها بعض المشاكل ديال الروماتيزم، يعني الناس اللي كانت عندهم شي اوجاع وداك الشيء كانوا كيستعملوها سواء خارجيا سواء داخليا. ولكن
من بين المؤثرات ديالها كانت كذلك كانت كتكون عندها تأثيرات خاصة على الدماغ، لدرجة أنها الاستعمال ديالها بواحد شكل كبير كيقدر يعطينا واحد الحالة ديال الارتخاء اللي هي كبيرة بزاف، لدرجة أن الإنسان يقدر مثلا يستهلك منها واحد الكمية هي كثيرة. فمن بين النتائج اللي كيقدر يتعرض لها يقدر يتعرض لواحد النوم اللي هو ثقيل بروفون اللي ما يعقل فيه على والو لواحد المدة اللي تقدر تمشي حتى 16 ساعة حتى 24 ساعة. المسألة اسمحي لنا دكتور عبد الخالق قبل حيت مازال فيها خلاف ديال السيطرة، أنه الإنسان ربما كيبدا يدير شي يعني شي أشياء أو اللي هي ماشي في العادة ديالو، مثلا أنه كيولي كيضحك بزاف أقل حاجة مثلا كتولي كتعطيه بعض الأعراض أو لا، واش المسألة حتى هي صحيحة يعني قبل ما كيوصل هذه الدرجة ديال الارتخاء وديال النوم وما كيعقل على والو؟ هي من بين المكونات ديالها يعني فيها البرانشير الميريستيسين والسافرون، هادو من هاد المكونات. الميريستيسين هي اللي معروف على انها بزاف كتمشي كيكون هذاك التاثير ديالها على الدماغ ديالنا. هنا نبغي نشير كذلك باسكو جبدنا حتى السافرون اللي هي عندها تاثيرات. السافرون من بين الحويجات المكونات ديال الكوزه، يعني الا خدينا منها واحد الاستعمال كثير فراه كيقدر يكون عندها بعض التاثيرات حتى على الكبد الهيباتوتوكسيك. اذا الميريستيسين كيف ما ذكرنا كتقدر تعطينا واحد حالة ديال الارتخاء، واحد الحالة ديال واحد لاليتارجي، ولكن كتقدر فعلا كتقدر الانسان كيولي ما كيتحكمش ما عارفش دون زانيتا سوكون كيف ما كنقولوا، يعني في واحد الحالة ثانية ما عارفش شنو كيدير ما عارفش شنو كيقول. وهنايا بطبيعة الحال هاد التأثيرات هادي راه تقدر تكون عندها تأثيرات وخيمة أكثر من هذا. إذا هادشي علاش مثلا فاش كنستعملوا الكوزة راه حنا كنستعملوا لنا واحد الكمية قليلة، لأنها هي أصلا واحد المركز ديال هاد المكونات هذه. إذا باش نتفاداو هاد التأثيرات الجانبية ديالها، التأثيرات الجانبية كذلك ديال واحد العدد كبير ديال المنسمات كنسمعو كما ذكرنا قلاب سبيسة نويويرا، يعني واحد العدد كبير ديال المكونات، فهادو كاملين يعني كنحاولوا الإنسان اللي كيوجدهم يكون واحد الإتقان. وربما السيدات شحال هادي دائما كنرجعوا للنوستالجي، نوستالجي كنرجعوا دائما للزمان، فمن بين الحويجات يا اما كان واحد العدد ديال العطار هما اللي معروفين انهم هما اللي كيوجدوها هذه الاولى، اولا وهنا كذلك هذه حاله اللي كانت كثيره، فاغلبيه السيدات كانوا كيوجدوها هما بيديهم في 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 المنازل ديالهم. وكذلك هنا نبغي نشير لها كذلك من بين المكونات اللي كانت معروفه فيها واللي ربما مثلا بالنسبه للاخوان والاخوات اللي غادي يديروا شي بحث باش يقلبوا على راس الحانوت شنو المكونات اللي كانت فيه، فمن بين كنا كنسمعوا كانت كتكون فيه الدبانه الهنديه. نعم فعلا، وهذه من بين المكونات اللي كانت خطيرة لأنه كانت عندها واحد التأثيرات اللي هي جانبية خطيرة، وهي واحد الذبابة اللي هي سامة ومقتل تقدر تقتل، يعني كتعطي واحد الحالة ديال التسمم خطير. وكانوا كيدخلوها علاش؟ لأنه بعض التأثيرات الجانبية ديالها كانت كيكون مرغوب فيها، وهي في حقيقة الأمر هي حالة مضرة، ولكن كيجيب كان كتسوق على أنها على أنها نافعة. نعم، والدبانة الهندية كانت كتستعمل على شكل مسحوق، يعني الكميه اللي كانت كتستعمل واحد الكميه فريمون قليله يعني وبنسي، ومع ذلك كان كيكون المفعول ديالها لانها واحد مركز كبير من الجسم. نعم، نتواصلوا مع المستمع الكريم اللي سمحتي دكتور عبد الخالق رمضاني، وغادي في مكالمه نتواصلوا مع فتيحه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير فتيحه. صباح النور لاله. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك لاله، وشكرا على البرنامج اللي كتنورونا فيه. مرحبا. أختي أنا كنت شفت بمرض سرطان الثدي وخديت العلاج ديالي وكملته، ولكن من بعد ولات عندي تشحم الكبد. ودابا بغيت نعرف واش هاد المواد ديال المروزية واش عندها تأثير على الكبد، واش ممكن ناكلهم ولا لا؟ واش نعم فتيحه فيما يخص سرطان الثدي، الحمد لله الحاله ديالك دابا تحسنات، المراقبه مازال كاينه كتراقبي؟ لا المراقبه كاينه. أيه. واخا كيكونوا مضاعفات ديال من بعد، ولكن أيه. الحمد لله بالنسبه لي ماركور ما طالعين. الحمد لله. نعم، المراقبه على شحال كديرها تقريبا فتيحه؟
كنديرها حاليا على 6 شهور. على 6 شهور، كل 6 شهور واخا، يعني مرتين في العام. واخا فتيحة ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك، وشكرا لك تواصلتي معنا. فتيحة غير الا سمحتي ما تقطعيش، رجعي للسطوندار وخلي الرقم الهاتفي ديالك، لانه الدكتور عبد الخالق رمضان ان شاء الله غادي يتواصل معك ويعطيك مجموعه من النصائح بطبيعه الحال. اذا بالنسبه للناس، وهنا كنت في بدايه الحلقه وعدت المستمعين الكرام دكتور عبد الخالق رمضاني على انه غادي نتكلموا على المروزيه، واش عندها موانع للاستعمال، واش كاينين الناس اللي ما كيخصهمش يتعاملوا مع المروزيه نهائيا وما يتناولوش الاطباق اللي هي منسمه بها. الحاله ديال فتيحه كانت صابت بسرطان الثدي، الحمد لله خدات العلاج ديالها كملاته، الان المراقبه يعني مرتين في السنه، وقالت على انه من بعد بان عندها مشكل صحي اخر اللي هو الشحمه على مستوى الكبده، فكتسول واش ممكن تستعمل المروزيه وتنسم بها ولا لا نهائيا. هنا ربما كتبقى انا الهاجس اللي كيكون هنايا هو التغذيه، يعني حتى كمكمل ديال العلاج، يعني كتبقى الاهميه ديال ان واحد المراقبه ديال التغذيه ديالها بواحد الشكل اللي هو كبير. هذاك الشيء بالنسبه للاخت فاتحه، يعني ضروري على انها بالاضافه الى جميع المجهودات تبارك الله اللي كدير، والحمد لله باذن الله غد كتمشي الامور، يعني الحمد لله دابا التطور العلمي مشى لواحد المستوى كبير، ولكن كتبقى التغذيه كتبقى لا نوتريسيون كتبقى من بين الحويجات اللي مهمين في لاكومبانيمون ولا في المصاحبه، باش الانسان يعني واحد العدد كبير ديال الاهداف اللي كنمشيو ليها بالتغذيه. بطبيعه الحال ملي كنهضروا على التوابل، ملي كنهضروا على راس الحانوت، فراه كنهضروا على المكونات اللي هي فعاله، ونحن ذكرنا الفعاله بواحد ومركزه من واحد العدد كبير ديال المكونات. انا هضرت مثلا، عطينا المثال ديال الجوزه، وهضرت من بين المكونات اللي كاينه فيها كاين في هذاك الصافوغيل، وهذاك الصافوغيل كما ذكرنا فراه هو واحد المركز اللي هو كبير واللي موجود يعني فيها بواحد الكميه اللي مهمه، لدرجه انه الا كلينا منها واحد الكميه كبيره، وملي كنذكر كميه كبيره بالنسبه للانسان واحد، راه هو واحد غير واحد رفيع ديال الكوزه ولا شي حاجه، راه كميه اللي هي كبيره. هنا في هذه الحاله كتقدر تكون هذيك ليباتوتوكسيسيتي، هي بالنسبه لهذيك لاستياتوز هيباتيك، ولا بالنسبه لديك الشحمه اللي كتكون ضايله في الكبد. فهنا بطبيعة الحال من بين الحويجات اللي كتكون مهمة، مثلا ذكرت التغذية، ذكرت وكذلك كاين بعض التوابل اللي كتكون هنايا عندها أهداف ديالها وعندها حتى المنافع ديالها. مثلا هضرنا المرة اللي فاتت على السكنجبير، هضرنا بالأخص على الكركيما اللي هو الخرقوم البلدي، الخرقوم البلدي بطبيعة الحال. هضرنا على واحد وخالط ديالو مع الابصار مع الماء، يعني هادو حويجات اللي بالاضافه الى واحد التغذيه سليمه ديال بصح اللي فيها واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي كنقصوا منهم، شي حويجات اللي كنزيدوا فيهم، مثلا كنقصوا من الحويجات اللي هما سوفخي بزاف، بحال مثلا لي غادي الفجل مثلا اللي كنستعملوه واحد ما نفوتوش واحد المره ولا جوج في الشهر على ابعد تقدير، يعني هادو شي واحد الديتاي اللي هما كيبقاو مهمين. فيما يخص مثلا على العموم الاستعمال ديال المروزيه، تقدر تستعملها، غير النصيحه اللي نعطيها هو انها تستعملها بواحد الكميه اللي هي قليله وقليله بزاف، ومن الاحسن كذلك ان الاقتناء ديالها يكون من واحد المصدر اللي هو معروف على انه الحمد لله مصفي، يعني فيها هذيك المكونات هي اللي كاينه، لانها ولو انه كيبقى احسن اذا كانت الامكانيه ديال انها هذا، يعني احسن اختيار هو انه اذا كانت عندها الامكانيه ديال انها توجدها راسها. إلا ما كانش كتشوف واحد المصدر اللي هو جدير بالثقة، والحمد لله كما كنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت في أثناء بعض الجولات اللي كنا اللي درناهم، يعني شفنا شي مراكز، شفنا واحد دي كوبيراتيف، بعض التعاونيات ديال السيدات، وهنا باش نديروا شوية ديال الشيء الإشهار لهذوك التعاونيات ديال السيدات اللي كيديروا واحد المجهودات جبارة لتحسين الوضعية الاجتماعية ديال المرأة المغربية. فبطبيعة الحال اللي سمعكين المعلومة الممتازة هو أنهم كينتجوا يعني شي توابل على واحد المستوى كبير
من الجودة من الإتقان. وملي كنهضر على الجودة لا على من ناحية المكونات يعني كيفاش كيعزلوها كيفاش كيقتنيوها وكيفاش كيحترموا مثلا ملي كتقول كيجي عندهم دوك المراقبين باش يشرحوا لهم اشنا هي المعايير اللي خاصهم يمشوا فيها فراهم راها سيدة اذا كيحترموا هذيك المعايير بواحد الشكل اللي هو كبير يعني ها ملي غندخلوها ملي غنخرجوا ها كيفاش غنديروا راه قالوا لنا ما ديروش هذه يعني بواحد الحمد لله. وحتى المنتوج ملي كيكون فهو منتوج اللي زعما كاين صحي كيبقى كما ذكرت عارف في الاستعمال ديالو حتى في التنسيم فمزيان ان احنا اليد ديالنا تكون خفيفه ولو انه بالنسبه للسيده يعني في 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 التغذيه يعني عاد تحاول انها في هاد في هاد في هاد المناسبه ما غتحرمش راسها ولكن تحاول على انها حتى الاستهلاك ديال بالنسبه للاخت فسيحه الاستهلاك ديال اللحوم ما غاديش نقولوا لها ما غتاكليش ولكن على الاقل تحاول ما امكن على انها تقلل بزاف من الكميه اللي غدا تستهلكها. نعم وطبعا كيف ما نشرتي لواحد النقطه مهمه بزاف دكتور عبد الخالق قرب داري ما يفوتناش نقولوا تحيه للنساء ديال التعاونيات فبالفعل كنشوفوا ديك القيمه اللي كيعطيو المنتوج المغربي وكيبدعوا فيه ماشي فقط فيما يخص غير العطريه الزيوت كذلك في اركان في الزيت البلديه حتى في الصناعه التقليديه لما كنتكلموا على الزرابي اللي كتنتمي لمنطقه معينه الجلابه كذلك فمثلا الا تكلمنا غير على الجلابه السيسيه فاحسن ما كاين هما النساء ديال التعاونيات بالفعل فتبارك الله عليهم. غادي نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى من بعد فاتحه من مدينه الدار البيضاء باش نتواصلوا مع نزهه على الخط كذلك من نفس المدينه. اهلا بك نزهه. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا لا واش مبروك علينا وعليك نزهه. الحمد لله. لا الله يخليك اختي جي سوي ديابيتيك من صافي دابا شي من لو موا 5 اييه من لو موا 5 وبغيت من لو موا 4 بلوتو وبغيت نشوف مع الدكتور حيت كانت عندي شحمه في الكبده وكان عندي الخزان ديال السكر طالع. شحال كان وصل الخزان نزهه؟ المهم السكر الاول 3.22 والتحاليل الثانيين التحاليل اللي درت هادو في شهر 4 3.22 السكر وهذا و 8.97 8.97 في الخزان ياك والمره وفي لو موا 5 ان موا دابخي 1.47 السكر والخزان 8.2 والبارح عاد جبت تحاليل الاخرين 1.48 في السكر و 5.88 في الخزان. كتستعملي شي دواء؟ ويا سيدي كنستعمل واحد دواء السكر وكندير ريجيم ولكن اللي بغيت نسولو حيت انا كناخذ خل التفاح والكاليبتوس واش مزيانين ناخذهم حيت عندي المشكل ديال الكبده في الاول كان طالع شويه في الاول شهر في شهر 4 كان طالعه اييه كانت عندي 52 52 بونزاميناس اييه دوك الانزيمات اييه المره الاولى كانت عندي وفي المره الثانيه تاعي اللي 40 ما عرفتش بهذا بالضبط المهم 43 وهذو البارح 34 ترونزاميناس جي او تي 34 وترونزاميناس جي بي تي 40 بغيت نشوف واش هاد الشيء مزيان هاد التحاليل مزيانين ونشوف وكناخذ اختي الدواء الطبيب ولكن حبسته واحد تقريبا شي اموا علاش حبستي الدواء نزهه؟ حيت كاين رمضان كله ما خديتوش كان كيدير لي السخفه ما استحملتوش. وتشاورتي مع الطبيب ديالك قبل ما توقفيه؟ لا ما تصاورتش معاه. نعم. لا نزهه شحال في العمر ديالك؟ انا عندي 42 عام. 42 سنه. واخا. واختي الله يخليك بغيت نشوف مع الدكتور انا كناخذ واحد لي داري ديال القوق. ما بغيش نذكر سميتهم اي لا ما تذكريش الاسم ياك وكناخذ اختي خل التفاح وخل الكاليبتوس واش مزيانين ناخذهم ولا لا واخا وانت كتاخذيهم باي غرض نزهه اه علاش كتاخذيهم قالوا لي مزيانين الكبده نعم واخا نجاوبوا على السؤال ديال كنزهه شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء معليش غادي نخرجوا شويه على الموضوع استثناء دكتور عبد الخالق ربنا ان شاء الله اتصالات الماجيه تكون في الموضوع فغادي نمشيو هذه المره نزهه العمر ديالها 42 سنه كيف ما شرت مشكل ديال داء السكري زائد المشكل اللي بان عندها مؤخرا وبدينا كنشوفوا عند بزاف ديال الناس اللي لاحظتوا هذا الامر كنلمسوه من خلال اتصالات ديال المستمعين الكرام دكتور عبد الخالق رمضاني الشحمه في الكبده فهي دابا كتسول على الخل ديال التفاح اللي كتاخذ زائد الخل ديال لوكاليبتوس واش هما مفيدين في الحاله ديالها او لا لا زائد انها بغات الراي ديالك بالنسبه للتحليلات اللي عطاتنا يعني الخزان ديال السكر حتى بالنسبه للانزيمات اللي هما خاصين بالكبد هي بطبيعه الحال كاين شي واحد العدد كبير ديال الامراض اللي
اللي بداو كيتكاثروا، يعني من بين بداو كيتكاثروا كاين واحد العدد كبير ديال الاسباب، اللي منهم حتى التشخيص، حيت ولا حتى التشخيص ولا كيكون بواحد الشكل اللي هو الحمد لله مزيان. ولكن واحد العدد كبير من الامراض اللي حنا ولينا كنشوفوهم، ولا الا ما بغيتش ما قلناش الاغلبيه ديالهم، فكنلقاو من بين الاسس ديالهم ولا من بين ما بين المسببات الاساسيه ديالهم هي نمط العيش، لي جين دو في. وملي كنهضر على جين دو في بالاضافه الى الظروف ديال العمل ولا الظروف ديال الحياه، بالاضافه الى التلوث، بالاضافه الى الرياضه في اغلب الاحيان ما كايناش، بالاضافه الى الحركه اللي ولات ناقصه بواحد الشكل كثير، فكنلقاو التغذيه. التغذيه ديالنا المصطلح اللي كيعجبني هنا نقولوا هو ان التغذيه ديالنا ولات مصطلح مفلسة، معنى ما بقيناش كناكلو صحيا. ملي شنو هي ما كناكلو صحيا؟ يعني ولينا كنقلبوا على الحلول السهله في الماكله ديالنا، مثلا الفاست فود الرابيد الماكله والقلي، يعني كنمشيو للحويجات اللي هما واخا حنا في بزاف الناس يعني نقدروا نديروا واحد ديك الميكرو تقطوار ونشوفوا الناس مثلا ونبداو نسولوهم على مثلا شنو كيبان لك في هذا المنتوج، اولا في مثلا هاد لي بيتزا ديال الزنقه ولا هاد الماكلات ديال الزنقه وداكشي، يعني غادي يكون الراي باين احسن منه، ولكن بحكم الظروف بحكم يعني شي مبررات، اللي ماشي مبررات 100% زعما كاين مقنعه. وهاد النمط هذا اللي ولا عندنا ديال التغذيه، فمن بين النتائج ديالو المباشره، فبالاضافه الى داء السكري، المشاكل اللي كنا ملي كنسمعوا ديال الكوليسترول، واحد المشاكل اللي ولينا كنشوفوها واللي كثيره وكثيره بزاف، اللي هي الاستياتوز هيباتيك ولا ديك الشحمه، ربما شي نهضروا عليها في شي حلقه من الحلقات، اللي يعني واحد العدد كبير ديال الحويجات، بعض الاورام، هادو كاملين الحويجات. الحاله الصحيه ديال المراه ملي كنهضر ديك الاختلالات الهرمونيه ولا حتى عند الرجل، هادو كاملين حويجات اللي كنلقاو ملي كنقلبوا على التغذيه ديالنا، كنلقاو هما كتلعب فيهم واحد الدور كبير. الماكله ديالنا ولات ماكله اللي هي بواحد النسبه كبيره ميته، ما كاينش فيها، ما كتعطيناش الحويجات الصحيه اللي حنا كنحتاجوا ليهم، وبالعكس كتعطينا بزاف الحويجات اللي ما خاصناش نكثروا منهم. فملي كنلقاو مثلا اغلبيه الناس لدابا ولاو كارونسي، ناقصين من الفيتامينات، ناقصين من الاملاح، واحد العدد كبير ديال المكونات اللي هي ضروريه خاصها تكون عندنا في الذات ديالنا ناقصين منها، والنتائج اللي كتكون هي مثلا هي هذا الشيء. اذا باش نبقاو في 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 في, في الموضوع ديالنا، اول نصيحه اللي بعدا كنبغي نعطي الاخت نزهه هي ان احنا ما عمرنا ما كنوقفوا الدواء ديالنا بلا استشاره طبيه، لانه في بعض الاحيان تقدر تكون عنده مضاعفات اللي هي ماشي محموده كذلك، وخاصه على انه بالنسبه للحاله ديالها يعني على حساب الارقام اللي هي عطاتنا، فراه كانت واحد التطور اللي هو ممتاز، اللي ربما مثالي. نعم، الخزان من 98 وصل ل 588، وكذلك حتى النسبه ديال السكر كان من 3 ولا 1.4، يعني الامور كامله غادي مزيان. كنضيفوا لها حويجات مثلا بحال التغذيه بحال هذه بحال هذه، يعني كتكون نتائج مزيان قدر نضيفوا. وهنايا باش نرجعوا للموضوع ديالنا اليوم، نقدروا نضيفوا بعض الحويجات اللي هما طبيعيين، مثلا ذكرات القوق، ذكرات الخل، ذكرات الكاليبتوس، هادو فعلا هادو حويجات اللي منصوح بهم على ان احنا نستعملهم من هادو من احباب ديال الكبد. كذلك نقدروا مثلا نضيفوا لهم حتى بعض الحويجات اخرين اللي حنايا ما بقيناش كنعطيهم ديك الاهميه ديالهم، مثلا نعطي القوق ولا القوق البلدي. يعني اولا تقدر تمشي في كل ما هو خضر. نعم، حيت سمح لي هنا الطريقه اللي كدير دكتور عبد الخالق رمضاني نزهه راه ماشي طبيعيه، مثلا بالنسبه للقوق كتاخذوا على شكل ابر، بالنسبه للخل التفاح يعني كخل، حتى لوكاليبتوس كخل، يعني الخل ديالهم.
لا هو الخل ديال هاد الحويجات هادو يعني ماشي مشكل ولكن شحال الكميه اللي كتستعمل منه هي راه مهمه، حيت اللي نبغي نشير ليها هو انه هو فعلا الخل كيحول دون امتصاص ديال واحد المكونات اللي كتكون مثلا كتهتم منهم ماده ديال الكوليسترول، اذا كيمشي في الاتجاه اللي احنا بغيناه، ولكن كيبقاو الخضر الاهميه ديال الخضر والدور اللي كيلعبوا كذلك كيبقى الاهميه ديال واحد جوج حويجات اللي احنا كنتجاهلوهم واللي هما متواجدين عندنا. اولهم مثلا الشعر، الشعر يعني ما بقيناش كنعطيو ديك القيمه ديالو، والشعر مثلا هنا بالنسبه للحالات ديال كما كنعرفوا ولو انه مصدر للسكريات فهو راه كيناسب الناس اللي عندهم سكر، كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الكبد فراه هو من بين الحويجات، وربما هاد المساله الشعر ولا جميع الحبوب كاملين يعني بحكم ديك الالياف اللي فيه وداك الشيء فراه هو كيعاوننا باش كنتخلصوا من جميع الدهون اللي هي زائده لما منهم الماده ديال الكوليسترول، خاصه الى ضفنا ليه هذاك زيت الزيتون او زيت العود ولا زيت البلديه، زيت البلديه، فراه كيكون هذا واحد الخليط اللي نافع بزاف. بطبيعه الحال يعني في من بين كمنسمات كتوابل ذكرنا الخرقوم، ذكرنا الابزار، ذكرنا البيمون اللي هي الفلفله الحمراء، هذه كامله من بين اللي كنضيفوها كتوابل اللي كتمشي كذلك في الاتجاه ديال انها تعاوننا في الكابين تاعنا. بالنسبه ذكرت لي ترونزاميناز ذكرتهم طالعين ماشي شي يعني واحد المستوى اللي هو بسيط بطبيعه الحال يعني كيفيقنا باش نديرو باش نحضيو الكبد. هنايا يعني جميع الادويه اللي كتستعملها يعني تكون واحد المراقبه طبيه عند اي حاجه كتستعملها، حيت كما ذكرنا راه حتى بعض الادويه حتى بعض الاعشاب ذكرنا قبيله الكوزه وذكرنا ذاك المكون ديال الحلقه ديال اليوم صفوغيل وذكرنا التاثير ديالو اللي كيكون عندنا كيقدروا يطلعوا على الكبد هادو بطبيعه الحال هادو غير هذا بوحده، ولا بعض الاستعمال ديال بعض الاعشاب كذلك اللي معروف عليها لانه كيكون عندها تاثير على الكبد، وهذه مسائل هي دائما نكون مستحضرينها. رجعنا عندك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، وحلقه اليوم من برنامجكم صحة وسلامة موضوعنا فيها على المروزية، فمرحبا بكل أسئلتكم. فاصل ورجع ورجعنا على مد غاديو دائما، ومرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 51 أو 52، وكذلك الرقم 50 80. غير ما تنسوش كتبوا كلمة صحة SAHA خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤال ديالكم للرقم 50 80. غادي نمشيو هاد مرة وفي مكالمة أخرى معنا أم رانيا على الخط. أهلا وسهلا بك أم رانيا. صباح الخير اختي عفاف. اهلا وسهلا بام رانيا. مبروك عواشرك انت الدكتور رمضاني. علينا وعليك ان شاء الله بكل ما كتمنى. قالي الاستاذ الدكتور رمضاني الله يخليك على الام ديالي في السن ديالها 78 سنه. ايوه. كتعاني من بزاف الامراض. واخا. من بينهم لي كوات ولا طونسيون القلب، ومؤخرا جاها هاد لاتخوز جاها في الركبه ديالها. نعم. وبالاضافه للكوليسترول. بغيت نسول الدكتور واش الا درنا واحد شويه المروزيه بخصك مع دابا الحيمات الكبيره كيعافه شويه شي واش الا درنا عليها شويه من الاقامه المروزيه كاي واش ممكن مزيانه لها الصحه ديالها ولا لا. وسؤالي اخر هو اللي عنده لازم واش تشتاوا مزيانه ليه المروزيه ولا لا؟ أيه شكرا بارك الله. العفو ام رانيا وشكرا لك تواصلتي معنا. اذا دكتور عبد الخالق رمضاني غادي نبداو بالسؤال الثاني ديال ام رانيا. الناس اللي عندهم الربو او الضيقه واش المروزيه ما كاينش تخوف منها نهائيا على الحاله الصحيه ديالهم؟ هي المساله اللي كنا تطرقنا لها المره اللي فاتت هي فيما يخص الحساسيه لاليرجي. هي ملي كنهضروا على لازم فكنهضروا على انتيغان على ارضيه. نعم. على هذيك الذات في بعض الاحيان وهذه المساله اللي ضروري كذلك نكونوا مستحضرينها هي راه كاين بعض الناس اللي ما كيكونوش عندهم سواء انتوليرون بمعنى الذات ديالهم ما كتقبلش بزاف او لا كاريمون كتكون عندهم هذه الحاله ديال لاليرجي ديال الحساسيه لدرجه انه الا استعملوا شي حاجه من دوك التوابل شي نوع من التوابل كيقدر يتسبب لهم في الحاله ديال اللي كنعرفوها بالارتيكاريا او لا يتسبب لهم يقدر يتسبب لهم حتى في كريز ديال لازم
اوتنتيك يعني حقيقيه. اذا هنا بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم مشكل ديال الضيقه، حيت الضيقه هي حساسيه هي اللي ولكن لا كتكون الواحد لالرجين، واحد الحاجه بحال المساكين اللي سوا ديك الغبره ديال الدار يعني كتحفز على حساب اشنو هو الانسان شنو اللي كيتسبب ليه في ديك الضيقه. واش هاد الاعشاب هذه واش هاد التوابل حتى هي داخله بالحويجات اللي كتسبب ليه في الضيقه ولا لا؟ يعني هنا فين كاين المشكل. ولكن بالنسبه للتوابل فهنا من بين الحويجات اللي بغي نشير ليها على ان راه واحد العدد كبير من هذيك التوابل اللي حنا كنستعملوها، فمن بين الحويجات اللي المنافع اللي عندها هو انها منظفه، انها اونتيسيبتيك. ومن بين الاعضاء اولا الاجهزه اللي هي كتقدر تنظفها لنا كذلك حتى الجهاز التنفسي. مثلا ذكرنا الكوزه بواحد الكميه اللي هي قليله، ذكرنا مثلا حتى الخرقوم يعني واحد العدد كبير ديال المكونات، ذكرنا الثوم وهنايا مثلا كوردامون مثلا مع شويه ديال مع الثوم اللي هي وقيل القعقله هذوك الحبيبات. فمن بين الحويجات المنافع اللي عندهم على انها منظف المنظف للصدر، بالاضافه بطبيعه الحال الى انها كذلك حتى كتغطي لينا حتى كتخلي الملافع دي مثلا ديال الثوم، وكذلك كتحيد لينا حتى ديك يعني كتعاوننا في شي حويجات اللي هما في الجهاز الهضمي خاصه في المعده ديالنا، بالاضافه الى ان عندها منافع كما ذكرنا على الجهاز التنفسي. اذا هنا الضيقه وراس الحانوت كتبقى كيبقى التساؤل واش هذاك الانسان عنده حساسيه لهذا الشيء وحاجه من هذوك المكونات ولا لا. وفي كل جميع الحالات فالنصيحه اللي دائما كنصح هي انه تكون الكميه ديال اللي حنا استعملناها واحد الكميه اللي هي قليله، ما نكثروش. اما فيما يخص وقيلا ذاك بالنسبه للام ديالها اللي عندها هاد المشاكل الصحيه اللي فيها كثير الغده الدرقيه، الضغط الدموي، القلب، الكوليسترول، الارتروز مثلا بنت عندها مؤخرا. هنا 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 بالنسبه للناس اللي في واحد السن معينه فنبغي ان ما نكرهش يكون عندهم واحد التعامل خاص. فما هو ماشي هو كما ملي كنهضروا على شي حويجات كنهضروا على ملي كنهضروا على زوج اساسيه، ملي كنهضروا على توابل، ملي كنهضروا على اعشاب كنهضروا على انها مثلا ما خصناش نستعملوها عند الاطفال، ما خصناش نستعملوها عند السيدات، بعد يعني البعض منا ماشي كامله. هنا كذلك حتى التعامل خاصو يكون خاص عند الناس اللي في واحد السن معينه. حتى الكميه ديال التوابل يعني شحال ما خففنا لهم شحال ما مزيان. علما انه يعني ما نكرهش ان احنا نحاولوا على الاقل نديروا واحد المجهود كبير بالنسبه لهاد الناس هادو في هذا السن المعين، يعني حتى يكون واحد الاختيار اللي هو ديال الاطباق اللي حنا غادي نوجدوا لهم. مثلا حتى المرزيه كتبقى الشهوه اللي ربما كناكلوها واحد المره في السنه، وبالنسبه للام ديالها يعني حاجه اللي هو الفاتها كل سنه ما غنجوش ثلاث سنه وغنحرموها منها. ولكن على الاقل نحاولوا نقتنيوا حتى البلاصه اللي غادي نصوبوها لها تكون معزوله، يعني نحاولوا ما امكن تكون ما فيهاش الشحمه بزاف، يعني اولا نقيوها مزيان من الشحمه حيت كتبقى واحد شويه مخزونه. وهنا بطبيعه الحال هنا كنفتح القوسين في النصيحه اللي كنقول للسيدات على انهم ولا الساده يعني ولو انه الاغلبيه ديال الناس شراو، يعني نحاولوا نقتنيوا حتى ديك الاضحيه اللي ما تكونش سمينه بزاف، ما تكونش فيها واحد النسبه ديال الشحوم، دونك شحال ما كانت صغيره شحال ما كيكون قل النسبه ديال الشحمه فيها، وشحال ما كانت كتسرح شحال ما كتكون فيها شحال ما كتكون صحيه اكثر. اذا كان بالنسبه للكميه ديال التوابل اللي حنا كنستعملوها خاصه بالنسبه لراس الحانوت، فهنا شحال ما قللنا من هذوك مثلا من الكوزه من القعقله من السيبيسه من هاد النويره هذوك شحال ما قللنا منهم، يعني نحاولوا اللي طغي هو مثلا شي حاجه بحال الكركمين مثلا، هو بحال الكركما عفوا، بحال الخرقوم، بحال شويه ديال الابزار، شويه ديال البيمون، هادو هما الحويجات اللي يكونوا طاغين في الاطباق ديالها. شكرا لك، الف شكر دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه مره اخرى. عواشركم بروكا وكل عام وانتم بألف خير. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، فتسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون، وفاء فائز فندى رفقتني في الاخراج، وسميحه كان استقبال مكالماتكم. صباح سعيده، الى اللقاء.